أهلا بك باسم من جديد، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا إلى جولة رياضية جديدة لهذا الصباح. تأهل منتخب نيجيريا لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بعد فوزه على منتخب أنغولا في الدور ربع النهائي للبطولة، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إدمولا لوكمان في الدقيقة 41 ليحجز منتخب نيجيريا البطاقة الأولى في المربع الذهبي للبطولة. وينتظر منتخب نيجيريا الفائز من مباراة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا والتي ستقام مساء اليوم السبت لمواجهته في الدور نصف النهائي. انتزع منتخب الكونغو الديمقراطية مساء أمس تأثيرة التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إثر فوزه على غينيا بنتيجة 3-0 بملعب الحسن وطارة في أبيجان، ليواجه في الدور المقبل الفائز من المباراة بين ساحل العاج ومالي. تخطى منتخب كوريا الجنوبية عقبة نظيره منتخب أستراليا بتغلبه عليه بهدفين لواحد أمس الجمعة في طريقه إلى نصف نهائي كأس آسيا، وسيلاقي منتخب كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا نظيره منتخب الأردن. خطف منتخب الأردن بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023 والمقام حاليا في قطر لأول مرة في التاريخ، وذلك بعد الفوز على طاجكستان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ظهر أمس على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة. سجل خانونوف هدف المنتخب الأردني الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66 من عمر المباراة، والذي قاد النشامة إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا 2023. عقد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مؤتمرا صحفي استعدادا لمباراة أرسنال ضد ليفربول والمقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإنجليزي. وقال كلوب خلال المؤتمر إنه لا توجد مشكلة في اختيار التشكيل، مشددا على أن مباراة أرسنال هي المباراة الأولى للفريق هذا الموسم والتي يكون فيها وفرة من اللاعبين الجاهزين في كل مركز، ولا توجد مشكلة في اختيار التشكيل. أضاف كلوب أن الأسبوع المقبل هو أول أسبوع سيلعب فيه ليفربول بدون مباراة في منتصف الأسبوع، وهو ما يمنح اللاعبين راحة أكثر. ومشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت جولتنا الرياضية، وعودة للزميل باسم طبانة لاستكمال ما تبقى من فقرات هذا الصباح. إليك باسم.